ملي كانت القرنانه كانت السوق تيعمر مزيان، كانوا الشوايه، كانت شحال من حاجه، ولكن ملي حيدوا دابا ما بقاش قضيه كما كانت، ولكن الثمن ولا زايد شويه، كلشي غلا، فهمتي؟ ملي اللحم ولا تيجي من كازا زادوا فيه شويه في الثمن، بنادم فهمتيني تيجي هنا اللهم يمشي لبلاصه مأمنه، ما تيجيوش بزاف، وقال تيجي المسكينه الدرويش هو اللي تيجي، وبالنسبه للعيد وكذا الثمن كاين. الغلا كاين وفي هذا الشيء حتى الادوات انا دا راهم الادوات ديال الحولي وكذا حتى هما كاين فيهم الغلا ديال العام فهمتي ايوا تبارك الله لك كاين الثمن زايد مقارنه مع داك بنادم راه غايشري بالزمنو اصاحبي بنادم ما عدوش شويه ما عدوش زلالك راه بالزمنو غادي يشري وما الرواج ديما تيكون بحال ضروري ما غيكون رواج كاينه 30 35 40 وليما العواشر كنبيعوا فيها ب 40 ريال جوج دراهم سيرك كتكل مع الحولي كاينه من 90 حتى ل 100 كاينه 100 كاينه 90 كاينه 60 كاينه 70 ويشري الدروي مسكين كاين اللي يشري على قدو كاينه من 40 35 30 وهذا الشيء اللي كاين كلشي زين الحمد لله وقدر من دقدقه خضره على قد الحال لا والو الناس ولات غدا بكيلو كيلو ونص كيلو ونص جوج ولا والو هاكي العيد كيف لاي رخيصة بين وبين 60 ريال الخضرة ديالي كاين 60 ريال 60 طاطا 60 الخيار خيار 100 سلاوي 60 ريال في بلاد دنجا 60 ريال فقوس خايزة 60 كلشي 60 ماطيشة 60 طيح الخضرة الثمن بزاف كاع على حساب هذه الخضرة كاملة لا على حساب العيد الناس ما حنا العيد مع العيد غالي خايفة الناس تقول الناس خايفة كاين اللي باغي يشري عاد 40 وباغي يشري ديال 60 عرفتي علاش؟ دوك انت باغي تشري ب 40 وواحد كيقول 60 دوك كاين ديال 50 ب 60 وديال 50 الناس كاين اللي باغي يشريها ب 40 كاين ديال 80 100 وديال 100 120 140 860 كاينه 180 كاينه 140 180 كاينه حول اخويا ديال 180 راه عرض ما واش حولي عرض درك كان اللي باغي يشري 30 تجر مجزر باقي يرضع عمو تابع تصيح شفتي لي بحال كيفاش سمعتي كان اللي باغي يشري على قد حولي كاين باغي اللي ب 100 يقول لي 120 اللي باغي يشري 120 يقول 140 كاينه 160 كاينه حتى 180 ورجع 180 ورجع